قلبي وانا حربي قلبي اقتل وكوي قلبي وانا حربي قلبي انشر وكوي قلبي ربنا يهدك يا جوزها ربنا يهدك يا جوزها قلبي مدينة مكسيكية من 11 حرف تنتهي بشيء ريحته مش حلوة شو هو يا أنديل؟ شو هو يا أنديل؟ مرحبا شو هو يا أنديل؟ صباح الخير مدينة مكسيكية هاي من 11 حرف ولك هيك هاي جمال شو عم تصرخي نحستيني يخرب بيتك شو فايتة تشتري ساندوش فلافل انت هون انت فايتة على دايرة رسمية حبيبتي بعرف وحضرتك بدوام رسمي ايه نعم انا بدوام رسمي بس انا زلمه تعيب انا بشتغل 24/24 بشتغل اربع شغلات بالنهار اف 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 اربع شغلات بالنهار ايه نعم شو بتشتغل اول شيء بشتغل من 8 للتنتين وظيفه حكوميه اه نعم واضح من التنتين للساعه 7 بعلم اولاد درس خصوصي وهيك من 7 ل 12 بشتغل بالفرن شو بتشتغل على الخبازه يعطيك العافية الله يعافيكي من ساعة من 12 بالليل لساعة 8 الصبح بشتغل فالي باركينج لا ما بيصير مبارا. ما بيصير وأي ساعة بتنام ما عم بقول لك موظف حكومة بنام من 8 للتنتين بعدين هلا نيمي جاييني نوم قلت أنا هيك يلا منتسلى قاعد عم تقرا شرايط بقرا شو شرايط هي مش جرايد هيدا عم بسقف حالي هيدي كلمات متقاطعه ايه لكن على فكره نعم. مدينه مكسيكيه من 11 حرف تنتهي بشيء ريحته مش حلوه شو هو غوادالاخارا غوادالاخارا على الوظفه هيدي هي غوادا لا خا را زبطت معك زبطت الجوادة هديك ما نحطت معلش خلي لك ياهن هوديك تسلمي قلي لنا شو المطلوب هلأني خير شوفي أنا قلبي كتير حزين أنا قلبي أنا شو صار معك؟ وقعت منك على الأرض؟ لا يا ريت سرقوك؟ لا يا ريت ضيعت باسبوري؟ لا يا ريت اغتصبوك؟ لا يا ريت أها يا ريت طب شو في لكن لو بتقولي لي بتحطي لي بالجو متجوزي متجوزي؟ متجوزي والله تبدا خليها تموت مرتي والله لا عيد متجوزي عامل لي هيك شو وقفت عليه؟ ما رجال بهالبلد عقفة مين يشيل؟ لا أنا ما تفهمني غلط أنا مش زعلانة عليه عشو زعلانة؟ هو ما بيستاهل دمعة أنا زعلانة لأنه مات وما خبرني وين حاطط حسابه بأي بنك الله يسعدك والله مصيبة يلا بسيطة شو بدك تعملي؟ الله اللي بيعوض وأنا شو المطلوب مني هلا؟ قالوا لي إنه هون بيعملوا معاملة الوفاة ايه مزبوط ايه معاملات نعم بدك تعمل نعم. انا ما كنت عارفه انه الواحد كمان لما يموت بده معامله اوهو اوهو عدي ومدي معاملات جاي. ايه شو لك بدنا اول شيء تذكرته ورقه من الحكيم ورقه من مختار المحله افاده سكن لك يا حبيبي ما عم اقول لك مات جوزي مات شو بدك نمره قشره كمان بدك ايميله بركي بيعمل لك اد ايه بركي متواصل نحن وياه مش غلط ولك يا حبيبي شو انا شي اقدم له على فيزا عم اقول لك الزلمه مات انا بدي ادفنه هي معي برا بدي ادفنه برا برا ايه شو جبتي تعملها معك بعدين مدام شو الفستان الحلو هيدا ميرسي شجون ميرسي شي بيقتل انا عم فكر حب الجون هالمره ما قلتي لي ايه شو الاسم الكريم؟ امل ايه امل حياتي ميرسي يا حياتي داعي انديل تشرفنا فيك تعيطي لي لمبه
تغنجيني يعني مش يبيل يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. القانون قانون يا مدام، هدول المعاملات مضطره انك تعمليهم ليصير الملف خالص. يا حبيبي الزلمه خالص يا حو برا وخالص، لا من ايده ولا من اجره ميت. اذا بدي اجيب لك كل هول الطلبات بيعفن. لو شو يعفن؟ ما الحق عليكم اللي بيعفن، تركين حالكم لاخر تكه، انتو هيك اللبنانيه بس تموتوا بتفيقوا على كل شغله، شو الحكي هيدا؟ ولك يا حبيبي بدك شي براسك؟ معقولة بالدنيا في حدا بيعمل معاملة وفاته قبل ما يموت؟ هو وطيب في حدا بيفول على حاله؟ كبر عقلك غايته. شو بدك من وراء؟ بدنا براءة ذمة ممضية من مختار المحل، وبدنا ورقة حسن سلوك، وبدنا رقمه بالضمان الاجتماعي، وبدنا نشوف كارتو تبع الاسيرونس انه بعده ماشي ولا مش بعده ماشي، دافع كل الاسيرونس مش دافع كل الاسيرونس. ولك يا خي افهم علي بس بقى، زدت كثير علي. اذا بدك تجوزوا بنتك ما بتطلب منه طلبات هالقد. يا خي اسمع مني، زلمه توفى عطاك عمره مات خلص مات. واذا كان ما الموتى عم يجوا ينتخبوا ويبصموا ويمضوا انه بروحوا على الانتخابات. ايه محمول يروح على الانتخابات يابا، شوفونا رحنا على الانتخابات بس لعندي ما بيجوا. شو مش احنا مش قد المقام؟ تقبريني وهو شخصيا بده يجي يمضي، ما بفهم. وانت قلتها ايه يا شباب فوتوا لي لهون المرحوم. لك الشتة شو هو لهون؟ ولك شو فوتوا لهون؟ لك عم هيك لك هون لك هون لك هون لك هون لك هون لك هون. ممنونين ممنونينكم. معقول ايد التاني جايبة جتي على دائرة رسمية؟ تفاهم انت وياه، مش انت هيك بدك؟ لكن معقولة حضرتك بدك واحد ميت يجي يمضي لك شخصيا ويقر انه ميت؟ لو شو ايه؟ يخرب بيته ما افشع ولا ليه؟ لك هالشعرات لك مثل مكنسة البلدية. ليه دينا لك شو طوال دينا؟ هول دينا هون هول دينا لك هالمنخار لك لك هالنيع لك ملانيع. كيف كنت طايقتيه هيدا؟ تعرف ما كنت بنتبهت له. يخرب بيته مش عراني لك اجره للبس باجرك يخرب بيتك طالع ريحة اجرات؟ معقولة جايبة هيك مخلوق؟ هيدا هيدا بنجاح هيك واحد ليك شو اموره ميت وعم يبتسم. معقول جايبة هيك؟ مش هيدا ليك الاجرين هيك طالعين ريحة اجرين؟ معقول في ابشع منه؟ ها شفت ما في ابشع منه؟ انت خمس دقايق ما قدرت تتحمل، وشو بقول انا تحملته 20 سنه ما شفت معه دقيقه بسط. وجع يخلعني هاك ما انبسطتي معه ولا دقيقة معقولة؟ ولا لحظة. مدام أمل أنت وحدك الزيبة ولو؟ إيه نعم. أنا عم تقول عني هيك؟ إيه نعم أنت وحدك الزيبة. ليكي وقت بتروحي على البيت وبتلاقي كهربة الدولة جاية بتنبسطي ولا ما بتنبسطي؟ أكيد بنبسط. وقت بيطلع انفجار بيلحروا 300 400 قتيل وأنت ما بيصير لك شيء بتنبسطي ولا ما بتنبسطي؟ أكيد بسلامة قلبي بنبسط كثير. وقت تفوتي على البيت وتفتحي حنفية الشرب وتلاقي مية الشرب نازلة هيك عم تسقسو بتنبسطي ولا ما بتنبسطي؟ إيه بعيد. أه شفتي كيف؟ بتنبسطي كثير لكن ما في مطرح بلبنان لتزعلي. شو خص هيدا بهيدا؟ شو خص؟ أنا عم بحكي عن هيدا الشطيح المبطوح قدامك. هيدا شطيح؟ إيه جوزي خوليو. آه اسمه خوليو مش شطيح؟ إيه خوليو. هيدا الخوريو؟ هيدا خوليو. لو بتقلبيه هيك لهديك الميلة لأنه طالعة ريحة الخوريو منه لهون. يي ديره أنت لأنه أنا جربت 20 سنة أنا وجرب ما بدير. أنا بدي أجيت أنا بدي حاكلة. ايه شو ها؟ شو بك؟ ايدك ايدك يا اصلع. عم يحكي سمعتي لا يحكي. لا شو عم يحكي؟ ما انه ميت. شو عم يحكي؟ انت بتكون عم يتهيأ لك، ارجع جرب. لا والله مش عم يتهيأ لي انا سمعت. لا ما عم يتهيأ ميت. كيف بده يحكي يا زلمه؟ ما ميت. ايو سمعتي؟ شو ما سمعت شيء؟ عم يحكي لك يا عمي. كيف بده يحكي؟ ايو
اسمع لقلك، تعال خبرك، تعال خبرك. هو كان في عنده خصله هو عايش، بضل يحكي هو نايم، بركي اخذ معه الخصله من بعد ما مات. يعني هو نايم يحكي، صار هو ميت عم يحكي. لانه وحياتك بالليل بالنهار الظهر بعد الظهر قبل الظهر كل ما سكت عينه قر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 . لانه الله وكيلك، لا بينام ولا بيخلي حدا ينام، قرقرقرقرقرقرقرقر كل الوقت. كيف ما غمضت عينه قرقرقرقرقرقر، معاناة عامل لك معاناة، قرقرقرقرقرقرقر. خلص كده، انت لو بتخليه يحكي بالنهار هو فايق، ما كان بيحكي هو نايم. شو بك؟ كان يشتغل رقاصة قبل؟ لا مش على علمي. عندك ما انت بتقول له؟ ما تبعتي له يا اختي؟ يا خيي انت عم يتهيأ لك. ما بفهم، ما بفهم، انا اللي بفهمه شيليه وخليه معك من هون. يلا يلا شيليه. لا لا مش رح شيله، ما انت لو انقبرت ضمضيت لنا هالوراق كنا اخذناه ودفناه وخلصنا، اكيد بده يحكي اذا حضرتك ما عم تخلصنا. ما بفهم، القانون قانون، في ماضي وفي ختم وفي شو اسمه دفعت هيدي شو اسمه الغرامه تبعت الورقه. انت يا جحش. يا بيم يا كلب وعد طار وعد تصفعوني وانا لا ام لك عبت لك مات مات لك مات مات توقف المي بزلعيمك مات يا اصلع مات مات ما بخلص منكم لا بحياتي ولا بمماتي لك ماتت يا حياتي. الحمد لله على السلام، الحمد لله انك رجعت وعيد. ليك قبل ما يصير لك شيء لا سمح الله. نعم. وين حاطت المصريات باي بان؟ باي شو؟ باي بنك؟ ببنك الياس. وين بصير هيدا؟ اول انط الياس. وين يعني؟ وين الذكرى؟ تحت الذكرى عيدك الشمال. شوف رحت ما في شيء. كل واحد بيعرفوا انه ما في شيء فيك. عطحال على الطحال اللي تفجر لي اياك نقك على راسي. صوت ايدك عطحال وشوفي. نعم. رحت بوقت غير مناسب. كنا مسكرين الفرع. روحي بعد الظهر بيكون فاتح. لكي بعد تعرفي وينهم المصريات؟ ايه وينهم عن جد وينهم؟ يا حني بهيدا البنك بطحالي اللي فجرتي حضرتك من نقك. أنا؟ نعم. لك يا خي بردون مدام عمر، لك نحن رجال بنفهم على بعضنا. مين رجال؟ أنا 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 وأنت. أنت؟ أنت 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 رايح بس تحالي معك. أنا حاسس إنه كل شيء رايح معك. لك إذا بتدفع لك قرشين. نعم. أنت بتدفع. نعم. أنا بمضي وهي بتدفن. شو رأيك؟ هيك مش بنتفق على السريع. يعني أنت بتدفع. ايه؟ أنا بتون وهي بتمضي. إيه. لا لا لا. انت بتدفع انا بمضي هي بتدفع. هي بتدفع وانا بمضي وانت اللي بتدفع. ولك لا انت اللي بتدفع انا البمضي هي اللي بتدفع. يا حبيبي انت اللي بتدفع. يا جماعه ولك انا اللي بدفع. انا اللي بدفع. انا اللي بدفع. ولك لك هو اللي بيمضي انت اللي بتدفع. انا اللي بدفن بالاسم. انت اللي بتمضي. لا انا اللي بدفع هو اللي بيدفع. اما هلك نعم يا جماعة يا جماعة هلا قتلنا اللي بيدفع وقتلنا اللي بيمضي من وين بدنا نجيب حدا يدفن؟ شافونا. أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة وعتكوني خيفانة أنا بدي عقلبك فوت